لآخر فقراتنا رح تكون ضمن المساحة الثقافية لليوم، ورح نحكي عن أنشطة اتحاد الناشرين السوريين، شو الجديد يلي عم يحضروا لعام 2023. أكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذ هيثم الحافظ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين بهذا اليوم اللي خليني أقول مفعم ومليء بالتفاؤل والمحبة. يسعد صباحك. حلو الطاقة الإيجابية دائما الأستاذ هيثم، هيك مبتسم وبيروح للإيجابية فورا برغم كل الظروف. بداية بدنا نقول لك العام أنتم بخير، بداية سنة نحن جديدة، بلشتوا تجهزوا وتحطوا أجندة جديدة لهيئة السنة. خلينا نحكي عن أهم الفعاليات اللي ممكن نشهدها بال 2023. هلا نحن اليوم بالوطن العربي عموما في تطور ايجابي بشكل كثير مهم نحو صناعه النشر ونحو اقامه معارض كثير كبيره وكثير مهمه. نعم. اليوم مثلا في عندنا حتى معارض جديده، الاجنده تبعنا صارت شوي مليئه باشياء جديده. نعم. في عندنا مثلا بدات بعض المعارض المتخصصه، بالذات في معارض كتاب الطفل بدات بعض الدول تتجه نحو اقامه هاي المعارض. كنا من زمان عندنا معرض واحد، اليوم صار عندنا حوالي 4 إلى 5 معارض بالدول العربية. هذا بيعطي انطباع كتير مهم وكتير إيجابي إنه القادم خير. ونحن فيني أقول لك شغلة، بسوريا نحن من أوائل من فكر وأبدأ رغبة بإقامة معرض لكتاب الطفل. ونحن اليوم حتى رغم الظروف الصعبة الاقتصادية، بدي أكد على ظروف صعبة اقتصادية، عم نحاول نحن أن نقيم هذا العام معرض كتاب الطفل، رغم أنه اليوم صار في بون شاسع بالأسعار بين مثلا سعر الكتاب في السنة الماضية عن سعره في الكتاب اليوم. إنتاجية الكتاب اليوم صارت شوي غالية، لكن مع ذلك عم نحاول أنه نحن نقيم معرض لكتاب الطفل بالتعاون مع مكتبة الأسد، وهذا بيعطي انطباع مهم. طبعا كلياتنا عم نشوف قديش أهمية القراءة والمعرفة والعلم للأطفال، وتوجهنا نحن اليوم كناشرين سوريين نحو القراءة الهادفة للأطفال. واليوم أغلب ناشرين السوريين اليوم عم ينجوا كتاب الطفل. ونحن كمان فيني أقول لك وأكد لك على أنه نحن بسوريا نعتبر من أهم المنتجي كتاب الطفل في الوطن العربي، وهذا بيعطينا انطباع أكبر على أنه نحن صناعة النشر بخير. صناعة النشر رغم الظروف يعني نحن، وأنا بدي أكد على فكرة يعني إن كان للناشرين بدي أقولها، وإن كان للقراء وإن كان اللي عم يتابعونا اليوم على شاشة التلفزيون السوري، بدنا شوية أو مزيد من الصبر، لأنه هي الأزمة الاقتصادية اللي عم تمر علينا، نحن مو أول مرة بتمر علينا هيك أزمات، ربما فاقت أزماتنا اللي معتادة عليها، لكن مرت علينا بال85 بال87 بال82 أزمات شبيهة، ارتفعت كل الأسعار وبعدين بدأت بالانحدار وبدأت الأزمة. هي مشكلتها أنه الأزمة بتبدأ كبيرة وبعدين شوي 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 تستوعب وتضمحل. نعم. اليوم نحن بالنسبة لصناعة النشر في سوريا فيني أقول أنه نحن عم نعاني صعوبة، لكن هاي الصعوبة عم نحاول نتغلب عليها. اليوم أعداد كبيرة من الإنتاجات الجديدة صارت عنا كناشرين سوريين، إن كان بالكتاب الطفل، إن كان بكتاب الرواية، إن كان بكتاب المرأة، إن كان بالمصحف الشريف. اليوم عنا تطور كتير كبير. أنا بتصور الأيام القادمة حتكون أجمل إن شاء الله وأحلى. وبدنا نأكد أنه دائماً أنه أهم شيء بالأزمات بتكون القراءة. القراءة اليوم رغم كل الظروف الصعبة، لكن نحن بدنا نأكد على أنه القراءة هي البلسم لأن هي الرونق لحياتنا ولواقعنا، وبالذات يعني بجوز عم يعني بالأزمة عم تزداد شوي حاجة للقراءة. خليني نقول هي نوع من أنواع الخروج من الواقع المتعب، لكن القراءة بتعطينا آفاق وبتعطي أمل. ونحن بالقراءة كلياتنا، أنت بحاجة للقراءة، ابنك بحاجة للقراءة، المجتمع كله بحاجة للقراءة. وكتب السورية بدي أكد على فكرة مهمة، هي سعرياً
بمتناول الجميع. يعني ما عندنا كتاب سوري اليوم غالي لا يستطيع المواطن السوري اقتناؤه، وهي ربما تكون ميزة إيجابية، ميزة تساهم وتساعد في نمو عادة القراءة أو إعادة عادة القراءة للتألق. طيب خلينا نحكي اليوم، حضرتك ذكرت انه اجنده 2023 قربت نعم. تصير ممتلئه طبعا. خلينا نحكي عن ابرز النشاطات يلي راح تكون ونميز شو الجديد وشو اللي راح يكون يعني بنسخ جديده. هلا الاجنده كثير طويله وكثير كبيره، لكن انا ممكن انا حاعمل لك الاقرب. الاقرب الينا الان معرض القاهره الدولي للكتاب، سوريا مشاركه بمعرض القاهره اللي حينطلق ب 25 من الشهر الحالي. 25 من الشهر الحالي حيكون معرض كتير متميز، معرض القاهرة، وحيكون أنا بتصور نحن عم نحضر لمعرض القاهرة من خلال المشاركة الكبيرة لسوريا ومن خلال النشاطات الثقافية المصاحبة. يعني نحن اليوم ما عاد صفينا عم نشتغل بس أنه ننتج كتاب، لا، نحن عم ننتج عمل ثقافي. يعني نحن اليوم صرنا بدنا نشارك في المعرض وصرنا بدنا نشارك ايضا في النشاطات الثقافيه اللي على هامش المعرض. يعني نحن اليوم كثير مهم انه نحن اليوم نطلع معنا كتاب لهذه الدوله مهما كانت هذه الدوله. وانا حقلكم على القاهره في عنا اكثر من 10 كتاب حيطلعوا معنا للقاهره، حنعمل ندوات فينا نعرف ونبرز الواقع الثقافي السوري اللي هي بالقاهرة، ونبرز أيضا الآليات اللي نحن عم نشتغل عليها. هلأ بالنسبة لموضوع الأسماء لسه ما اكتملت بالكامل لأنه لسه في مراسلات نحن وإدارة معرض القاهرة، فخليني اعطيك اياها بالوقت بحلقه قادمه ان شاء الله او بلقاء قادم. لكن انا بدي اكد لك نحن في عنا حتى بدي اكد لك على انه بعض النشاطات ليست مقتصره على الكبار. يعني في عنا كاتبه سوريه حتطلع من سوريا هي عن وتحكي عن القراءه للاطفال وكتب الاطفال اللي انتجتها. في عنا رسام سوري كمان حيساوي نشاط رسم للأطفال من خلال أيضا النشاطات الثقافية المصاحبة للمعرض. أيضا في عنا كتاب كبار حيكونوا معنا موجودين بالمعرض، حيتواجدوا وحيوقعوا على كتبهم. هذا بده يعطي كمان أريحية أكبر، بده يعطي أيضا تطور أكبر لصناعة النشر. وأنت بتعرفي سوق القاهرة بالنسبة للكتاب العربي يعتبر بالنسبة للحجم هو الأكبر. يعني بالنسبة للحجم القراء وبالنسبة للمنافسة بين دور النشر يعتبر هو الأكبر، لأنه تعتبر مصر هي أكثر دول عربية عندنا ناشرين. ومع ذلك الكتاب السوري نسأل عنه، ومع ذلك الكتاب السوري له حضور. بالذات أنا بدي أكد لك على الكتب، مثلا كتب المسرح، كتب السينما، كتب الموجهة للكتب التراثية الجديدة اللي عم يساووها. اليوم عندي مجموعة من الناشرين السوريين عم ينجوا كتاب تراثي يعتبر الأول في المنطقة. وهذا على فكرة جعل أيضا عنا مدققين مهرة، محققين مهرة، ناس عم تشتغل بشكل كتير مهم وكتير إيجابي. وعنا دور نشر اليوم من اللي عم تشتغل بالتراث، إن كان التراث العربي اللي عم تشتغل باللغة العربية وما شابه، أو التراث أو كتب التاريخ أو الكتب الإسلامية. هدول اليوم صار في عنا خليني أقول خبرات كبيرة وباع طويل في إنتاج هذه الكتب. طبعا هذا كله بده ينعكس إيجابا على نمو صناعة النشر في سوريا. حنشوفها بمعرض القاهرة، وحنشوفها بالمعرض اللي بعده، معرض مسقط الدولي للكتاب، اللي كمان في إلنا حضور. يعني يمكن تقريبا اجت الان موافقات اكثر من 80 ناشر،
وقد نصل من هون لإقامة المعرض حوالي 100 ناشر سوري مشارك بالمعرض، وهذا سيعتبر قفزة نوعية أيضا لإلنا من خلال النشاطات اللي نحن بنساويها. وأيضا بمسقط في عنا هالسنة نشاط ثقافي مصاحب للواقع الثقافي، وحيكون عنا بعض المشاركات والتشاركية بيننا وبين دور النشر العمانية أو بيننا وبين دور النشر الخليجية الموجودة أيضا في المعرض، وهذا يعزز نمو العلاقات العربية اللي عم يحققها ويبرزها ويدعمها اتحاد الناشرين السوريين. طيب استاذ هيثم، خلينا نحكي، ذكرت حضرتك دور النشر. اليوم نحن بهي الاوضاع بنعرف اليوم الصعوبات اللي عم تمرقوا فيها، وخاصه ضمن ارتفاع الاسعار، وممكن يكون في فقد لبعض المواد الاوليه يعني. تماما. طيب خلينا نحكي اليوم عن الحلول الاسعافيه لكم. اليوم انتم كيف عم تقدروا تتجاوزوا هي المشكله؟ هل عم تقدروا تتجاوزوا او عم توقفوا نشر؟ هلا شوفي، بقول لك بامانه وبصراحه، أن نقف عن نشر كتاب لعدم وجود المواد الأولية، هذا خليني أقول ما موجود أبدا. لأنه نحن اليوم ممكن يكون في عندي أدوات بديلة، وهذا اللي احنا اللي عم نشتغل عليه الآن بالأسواق. يعني مثلا ممكن يكون أنا بتمنى أن يطبع مثلا غلاف كتابي مثلا بورق كلاسي، مثلا أنا عم بقول لك بيكون مثلا 240 جرام، ممكن لاقي 260، ممكن لاقي 220، ممكن يفقد بعض الأحيان بعض الأدوات اللي أنا بدي حطها لتحسين هذا الكتاب وتطويره. أنا بأكد على الناحية الجمالية، لكن نحن عم نحاول أنه نحن قدر المستطاع ضمن الإمكانيات المتاحة نشتغل عليها. وأيضا أنا بدي أشكر المطابع، المطابع صاروا بعض الأحيان في عندهم حرفية يستطيعوا أن بالذات بموضوع خليني أسمي لك إياها الفينش أو الإتمام الكامل للكتاب، عم يحاولوا قدر المستطاع نتساعد نحن وياهم. وأنا بدي أكد على شغلين مهمة، أنه نحن اليوم هذا الموضوع أو هي الأزمة اللي عم تعيشها الواقع النشر في سوريا، وهي منعكس لكل الواقع الاقتصادي، هي موجودة في أكثر من دول. يعني نحن اليوم نحن كناشرين في بعض الأحيان نطبع في بيروت، كناشرين سوريين في بعض الأحيان نطبع في دبي، في بعض الأحيان نطبع في مصر. يعني كل الناشرين العرب هيك، يعني هنا ما مقتصرة دائما النشر على بلد المنشأ، ولا مقتصر التوزيع أيضا على بلد المنشأ أكيد. لكن نحن بدي أقول لك أنه نحن بعض الأحيان عم نشوف فقط بعض المواد في السوق المصري، عم نشوف فقط بعض المواد في السوق اللبناني، خاصة بهذا الوقت اليوم الأزمة عالمية، يعني صعب، أزمة صعبة. لكن أنا بدي أكد لك من المهارة السورية موجودة، المهارة السورية موجودة، ممكن نستطيع أن نستعيض عن بعض الفقدان لبعض المواد. وطبعا في بعض المواد لا نستطيع أن نستعيض عنها، يعني ممكن نخرج من طباعة كتاب بحجم معين إلى طباعة كتاب حجم آخر. يعني ممكن يكون في عنا حلول، لكن أنا بدي أكد أنه نحن إلى الآن ما وصلنا إلى طريق مسدود. وبدي أكد لك إن شاء الله نحن ما نوصل، لأنه نحن في عنا أبطال من الناشرين السوريين وأبطال من الفنيين المهرة يلي بيشتغلوا معنا بشكل إيجابي، إن كان الزنك والغراف، إن كان المطبعة، إن كان التجليد، بيعطينا حلول تطويرية ضمن الواقع تبعنا. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين، وكل التوفيق بأول معارضكم رح يكون بالقاهرة قريبا. أنا بدي أتشكركم، وبدي أقول أنه كلياتنا بهذا البلد عايشين على الأمل، وبأن الأمل والقادم خير، وبدنا نأكد على مزيد من الصبر ومزيد من كمان الإبداع في التطوير، بحيث نحن نستطيع نتجاوز هاي الأزمة اللي مرت علينا نفس الظروف لكن تجاوزناها. وبعزيمتكم كلكم وانتم الإعلاميين لكم كمان معنا أمر وعمل بالخروج من هذه الأزمة إلى التطور أحسن إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لك استاذ، والشعب السوري شكرا لحضوركم، بتمنى لكم التوفيق، واكيد تحياتنا لكل اليوم الابطال، لكل الاشخاص اللي عم يشتغلوا
رغم الظروف بالامكانيات المتاحه. كلياتنا ابطال اليوم. تماما. كل الشعب السوري بطل اليوم. شكرا لك. شكرا لك.